اعتقد هيك انه هلا بكل الأحوال في حيكون زي لاج لعشرين ثانية تقريبا. قبل ما تطلع، أنا فاتح الجروب هلا. لا بشكل عام لما يكون في شير من الزوم على الفيسبوك بيكون في لاج، بس أو يعني زي فترة تأخير بتكون 20 ثانية تقريبا. بس يفترض هيك إنه هيو لايف هلا. لا لا، طلع لايف، أنا فاتح هلا. ممتاز. بس احنا شوي بدنا نستنى عبين ما يعني تمام. بس من بعد اذنك باش مهندس اذا ممكن نستنى شوي. خذ راحتك. يعني مبدئيا ممكن في تقريبا عدد هم لغاية خلص تمام. يعني هاي الصوت تمام كمان أكدوا لنا. طيب يفترض إنه الأمور تمام هيك. طيب يا جماعة الله يعطيكم العافية جميعا. بداية بدي أشكر المهندس خالد على جهوده ومبادرته بتقديم سلسلة الـ Energy Auditing. يعني كمجال كثير ما عليه، يعني مش مسلط عليه الضوء، وإن شاء الله يعني راح يفيدنا المهندس خالد بخبرته بحكم خبرته بهذا المجال بالانرجي اودت، وكمان يعني فرصه لنا جميعا سواء كنا بنشتغل بالسولر او بمجال الطاقه بشكل عام انه نتوعى اكثر على هذا المجال ونشوف يعني كمان كيف ممكن نتوسع فيه وايش المواضيع اللي بيشملها هذا المجال. وحتى برضه ممكن تستفسر لاحقا من المهندس كيف الواحد ممكن يطور حاله بهذا المجال ويتوسع فيه بشكل اكبر. هلا مبدئيا حتكون هاي اول لايف من السلسله، وإن شاء الله راح نحدد باقي اللايفات بالأيام القادمة، يعني أمتى راح تكون مواعيدها. حتكون هاي نص ساعة اللايف فترته، وراح يكون في راح نتيح 10 دقائق بنهاية اللايف. بعد مرور يعني نص ساعة راح نتيح 10 دقائق راح تكون للأسئلة. فالأسئلة يا ريت أنتم بكل الأحوال تكتبوها على اللايف اللي على الفيسبوك مشير معكم، وراح أقرأها على المهندس بعد انتهاء السيشن، وراح يجاوبكم عليها بشكل مباشر إن شاء الله. وأي أسئلة ما تم الإجابة عنها خلال 10 دقائق ممكن بعدين لاحقا يرجع لها المهندس، يعني مشكور على جهوده. فبدي أترككم مع المهندس خالد، والله يعطيك العافية مهندس. تفضل إذا بتحب تبلش. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية يا رب. شكرا على حضوركم لهذه الدورة واهتمامكم فيها. حقيقة مجال الانرجي اوديتنج صراحة يعني من أكثر المجالات جميل الواحد يبلش فيها شغله. مجال فيه كثير تشالنجينج، فيه كثير ثينكينج، اناليتيكال ثينكينج، شوي مختلف عن أي مجال عمل ثاني. فيه متعة، يعني الشخص نفسه دائما في عندك تشالنج جديد، قطاعات مختلفه اللي انت بتدرسها، في تطور كثير في الماركت في التكنولوجي، بدك تضلك مواكب هذا الشيء. فدائما هذا الشيء بصراحه بعطيه جمال بصراحه للكارير في الانرجي. طيب بدي اعرف هيك بسرعه بس عن نفسي. اسمي خالد ناصر، انا رئيس قسم كفاءه الطاقه في الشركه الشامله ايكوسول. تخرجت سنة 2011 من جامعة مؤتة هندسة ميكانيك باور. اشتغلت في الانرجي مانجمنت من 2011. اشتغلت في الأردن، اشتغلت في السعودية، اشتغلت في الريجن في مجال الأوديتينج. حاصل على شهادات مثل الـ CEM Certified Energy Manager، وعلى الـ CA Certified Energy Auditor، والـ REB من الـ AE. بصراحة معظمكم بيعرف هاي الشهادات، حنحكي عن الشهادات إذا في اهتمام، سواء من الـ AE أو من غير الـ AE من منظمات ثانية. الحمد لله أن مثلا هاي السنة أخذت Approved Service Provider من اليونيدو اللي هي United Nations Industrial Development as Resource Efficiency and Cleaner Production معتمد. عندي كمان بعض الدورات في البي ام بي ايزو 50001، سوفت وير زي ريد سكرين وزي الميجر تول من دي او اي. ريد سكرين والدي او اي راح نحكي عنهم ان شاء الله في السيشن الرابعه.
راح يكون موضوع كثير مهم برضو بالسيشن الرابع عن السوفت وير. شباب الانرجي اوديتنج او شو حاجتنا احنا للانرجي اوديتنج؟ زي ما كلياتنا بنعرف انه الماتيريال في على الكره الارضيه ليميتد، تمام؟ فاحنا اذا ما اقتصدنا في هاي الماتيريال احنا راح نوصل لمرحله راح يكون عندنا في قله او ندره في الموارد، تمام؟ انا بحكي يلا بشكل عام يعني. بصراحه في هذول الجملتين انا كثير بحبهم، يعني الرو ماتيريال ان اور بلانت ار ليميتد and can be depleted in upcoming years. تمام، هون نحكي عن بشكل عام عن الرو ماتيريال كلها، سواء نحاس، نفط، ألمنيوم، حديد. إذا ما اقتصدنا راح نوصل لمرحلة، وأصلاً إحنا واصلين لمرحلة هاي، يعني الدول عم بتحارب بعض من أجل الرو ماتيريال، بتقوم حروب من أجل الماتيريال. إحنا كمان كمسؤولية اجتماعية للجينيريشن اللي حيجي من بعدنا، سواء اولادنا او اولاد اولادنا، لازم نحافظ لهم على هاي الماتيريال. يعني بصراحه مثلا الناس اللي كانوا بالسبعينات وبالستينات بصراحه كانوا عم بيستغلوا الماتيريال او الريسورسز تاعت الكوكب بطريقه سيئه، لدرجه انه عملوا ديبليشن بكير على هذا الشيء. لانهم يعني اذا بتطلعوا على السيارات القديمه أمريكية مثلاً، تلاقي الماتور 5000 سي سي أو 6000 سي سي، 8 سلندر. هذا كان أكثر إشي تريندي موجود. مثلاً حتى كمان في أوروبا، لأنه الأوروبا الأوروبيين شوي يعني اقتصاديين أكثر من الأمريكان، أوروبا بلشوا مثلاً بالتسعينات أو بالثمانينات يقتصدوا، مثلاً ماتورات السيارات بلشت ينزلوها عشان نحافظ على الماتيريالز. فلازم احنا ناخذ مسؤوليتنا الاجتماعيه حتى نحافظ على هاي الماتيريالز لقدام ان شاء الله. هلا كانرجي اوديتنج، شو يعني انرجي اوديتنج؟ انا بصراحه هذا التعريف انا كتبته، تمام، من مصطلحات خاصه. خلني اقراه مع بعض. هو group of experts perform intensive tracing activity for all energy flows in the facility premises. يعني مجموعة من الناس مختصين في إدارة الطاقة بيجوا زي بيعملوا باوندرز للمكان اللي بده يدرسوه، بشوفوا الانرجي ان والانرجي اوت، وين رايحة وين وين جاي، تمام. بعدين نعمل ايدنتيفاي للانرجي انتنسيف يوزرز، بنشوف شو اكثر شيء مستهلك طاقة هناك بنركز عليه، بنقلل الويست، بنحط كي بي ايز شو الاشياء نعملها، اهداف معينة، ايدنتيفاي انرجي سيفينج ميجر. بعدين بنحط السيفنج ميجرز اللي حتوفر لنا طاقه بنحسبها. بعدين نعمل ايفالويشن للايكونوميكال فيزيبيليتي والكربون فوت برنت، لانه برضه من الاشياء المهمه انا ما بدي احط ميجرز تكون خياليه او ميجرز تكون تكلفتها كثير عاليه ومش فيزيبل. يعني مثلا اذا لايف سبان لميجر معين بتكون 5 سنين، والانفستمنت تاعه بده يسترد راس ماله خلال 6 سنين، فانا ما استفدت من الميجرز اللي بدي اختاره، تمام. في بعض التعريفات الثانيه طبعا زي الاشري والايزو 50002. الاشري منظمه كثير معروفه بصراحه، هم خلينا نحكي يعني من اكثر منظمات اشتغلت على موضوع الانرجي اوديتنج وكثير مشهوره. عم بتعرف الانرجي اوديت كبروسيس ان ويتش انجينيرينج سيرفيس بروفايدر ايدنتيفاي اند ريكومند افشنسي اوبورتونيتي تو كلاينت. اوكي، بالمناسبه اشري ما بتحب كلمه اوديتنج، لانه كلمه اوديتنج دائما ارتبطت مع خلينا نحكي مع فاينانشال اوديتنج، فالكلاينتس بخافوا من موضوع الكلمه نفسها هيك بتخوف. فانت لما تروح على كلاينت تحكي له انا بدي اعمل لك انرجي اوديت، بصراحه ببلش يخبي عليك اشياء وببلش ما يكون معك صريح. يعني ببلش مثلا يحكي لك هاي تشغيلها، لا ما بنساها شغاله، هاي تشغيلها 8 ساعات، عاد في الوقت بتكون 10 ساعات 12 ساعه، لانه بخاف من كلمه اوديت. فاشر بتفضل مثلا انرجي اسسمنت، انرجي اناليسيس، انرجي سيرفي، تمام.
في منظمة كمان ايزو 50002، بالمناسبة الاشري والايزو بحطوا ستاندرد للبست براكتس، بحطوا ايش كستبس، ايش اشياء ممكن تعملها، بس انت ممكن ما تلتزم 100% في هاي الامور. هلا حنشوف، احنا حناخذ الاشري ونشوف شو الستبس اللي بيمشي عليها، خليها بالسلايدات اللي بعديها بتبين. ايزو 50002 ان انرجي اوديت سيستماتيك اناليسيس اوف انرجي يوز اند انرجي كونسامشن within defined energy audit scope in order to identify, quantify and report the opportunity for improvement energy performance. يعني كل المصطلحات بتدور حول شيء واحد يعني. طيب شو اهم شيء، يعني ليش انا بدي اعمل energy audit، شو الهدف تاعي انا من وجهة نظري ككلاينت؟ يعني اول شيء بدي اقلل الانرجي بيلز، هذا بصراحه من اهم الاهداف اللي بتطلع عليها الكلاينتس. تمام، على في اشياء ثانيه حنحكي عنها زي الانفايرومنتال. بصراحه يعني اذا كان الانفايرومنتال ما في خلينا نحكي قانون بيجبر، ما حدا راح يطلع على الانفايرومنتال. الهدف الرئيسي اللي هم اول اثنين ريديوس انرجي بيلز وانكريس بروفيتابيلتي، ريديوس انفايرومنتال امباكت. الهدف الثالث هو بس خلينا نحكي اذا كان في قانون بمنع هاي المؤسسه مثلا من تكون بتطلع ايميشنز اكثر من الليميت معين، فبيجبروهم يعملوا انرجي اوديت عشان يخفضوا هاي الفوتبريد. تمام، كمان من الاهداف الجميله في الانرجي اوديت لور مينتيننس كوست. يعني احنا كمان لما نعمل انرجي اوديت راح نخفض المينتيننس كوست. الهدف الخامس راح كمان نعمل امبلوي اويرنس. بصراحة من أهم الأمور اللي بتصير عند الكلاينتس إنه الموظفين نفسهم يشاركوا في الأوديت، يكونوا جزء من التيم، لأنه التيم إذا تبنى الإنيرجي أوديت واعتبرها مشروع الخاص تنجح. إذا اعتبرها إنه أنت جاي بس بدك تنبش وراء المينتيننس تيم وتعرف وين أخطائهم وبس بدك تصيد لهم، هم هيك بفهموا طبعا، هو مش هيك الواقع، انت مش رايح تصيد أخطاء، انت رايح تلاقي حلول. اذا حسوا هيك بلشوا يخبوا عليك اشياء، او ممكن يفشلوا مشروعك بصراحة. يعني ممكن يعطوك معلومات مضللة تعطيك يعني تخلي المخرجات تاعت الأودت مش كثير دقيقة. تمام، الهدف السادس طبعا energy independence، هذا يعني اكثر على مستوى الدول. يعني انه اذا انا اندبندنت من موضوع الانرجي، انا عندي انتاجيتي الخاصه، فانا بكون بصراحه سكيورد. طيب اشري عملت كلاسيفيكيشن للستبس للانرجي اوديت، في اربع ستبس او في اربع انواع من الانرجي اوديت. تمام، الليفل وسموها كليفلز، ليفل زيرو او البنش ماركينج اوديت. تمام، هاي بصراحة من الأوديتس اللي مش كثير في تركيز عليها، هي كثير بسيطة، هنحكي هسا عن كل واحدة بالتفصيل، بس هي كثير بسيطة، مش راح يكون في عليها كثير تركيز. الليفل 1 الوك ثرو أوديت، والليفل 2 ديتيل جنرال أو إنرجي أوديت. تمام، هذول الليفلين هم من أكثر إشي يعني عليهم طلب. والليفل الثالث اللي هو الإنفستمنت جريد أوديت. نيجي نحكي عن اول نوع من الانرجي اوديت حسب تصنيفات اشري، ليفل 0 او البنش ماركينج. شو البنش ماركينج؟ اناليسيس اوف هيستوريكال انرجي بيلز، يعني انا بجيب جميع البيلز المتعلقه في الانرجي عند الكلاينتس. تمام، سواء فيول سواء الكتريسيتي، مرات الفيول بيكون عنده اكثر من نوع مثل ديزل او غاز، بحولهم كلياتهم برجعهم ل يونت واحده. يعني الغاز عادة مثلا بتكون البيلز بالمتر كيوبيك أو بالطن، ديزل مثلا بتكون باللترات، والكهرباء بكيلو وات. فهذول كل واحد فيهم يونتس، يعني جمعهم حيكون مش ستريت فورورد. بدي أحول لريفرنس بوحدة فيهم، سواء بدي أحول لميجا جول أو لكيلو وات، الإشي اللي بناسبكم. تمام، بعد ما أنا أجمعهم راح أقسم زي النقطة هاي الثالثة prepare energy use index، بروح بقسم على الميتر سكوير كوحدة طاقة، على الميتر سكوير بير يير، أو مثلا ككيلو وات أو ميجا جول أو ميجا جول بير برودكشن يونت.
هاي طبعاً تكون للإندستريال أكثر ما هي لل للكوميرشال. وهنا بنحب نحكي هنا في موضوع الآشري. الآشري نركز أكثر شيء على الكوميرشال بيلدينج، تمام؟ هلا مثل ما حكينا هم عاملين بيست براكتس، يعني انت بتقدر تطبق هذا الستيبس على اي مكان بدك اياه، بس هم مختصين في الكوميرشال بيلدينج. فعشان هيك راح تلاقيها كيلووات اور بير متر سكوير بير يير او ميجا جول بير متر سكوير بير يير. طبعا اذا كنت في مصنع او اندستريال فبتكون ميجا جول بير برودكشن يونت او كيلووات اور بير برودكشن يونت. اذا كان مثلا طبعاً يونت صغيرة بتكون بالكيلو وات أور، تمام؟ ممكن نعمل إشي بنسميه الـ Energy Cost Index ECI. مثل ما حكينا إحنا إذا كان عندي مثلاً ثلاث أنواع من الإنيرجي وكل واحد بيونت، ممكن أنا أخذ بس الكوست، يعني أخذ مثلاً كوست بالسنة كم عندي غاز، كم كيلو وات أور كهرباء، وكم ديزل، وأجمعهم مع بعض أقسمهم على الميتر سكوير وأشوف كم بطلع. طبعاً شو دلالات هاي الأرقام اللي حتطلع معي؟ أهمية البنشماركينج حتى أعرف أنا في بوتنشل أو ما في بوتنشل قبل ما أبلش بأي شيء من لحظة الزيرو. يعني أنا إذا جيت على مؤسسة أو على جامعة وجيت على هاي على قسمت الكيلووات أور على كل متر مربع، وكنا نحكي هون إنه المتر مربع اللي هو الأير كونديشن بس، يعني مش على كل البيلت اب اريا بس الاير كونديشند اريا، تمام؟ اذا قسمتها بصير عندي رقم، خلينا نحكي نفترض 1700 كيلو وات اور لكل متر سكوير لكل يير، تمام؟ بروح انا بتطلع هاي الارقام طبعا عالميا، لانه بالاردن احنا كبنش ماركينج لسه ما فيش عندنا داتا كامله. فبدي انا اشوف مكان خلينا نحكي بناسب او قريب من جو الاردن، تمام؟ أروح أطلع هاي أرقام أقارنها. إذا أنا لقيت كبنش مارك عالمي مثلاً 1500 وأنا عندي 1900 كيلو وات أور لكل متر سكوير، بعرف إنه أنا عندي أريا أوف إمبروفمنت مقدار 400 كيلو وات أور لكل متر مربع، يعني في بوتنشل، فأنا بمشي في هذا النوع من الأدت، تمام؟ شو البنفيتس أو أحسن بنفيتس للبنش ماركينج؟ إيزي and can be done by facility operator. ما بدها سيرفيس بروفايدر، يعني ممكن اي حدا يعملها، تمام؟ ما فيها كوست، لانه طبعا ممكن يعملها نفس الاونر او ممكن يعملها المينتيننس مانجر. بتعطيني بروفايد كويك انديكيشن فور ذا فاسيليتي انرجي ستاتس. الليفل 1 انرجي اوديت او تسمى 1 دي اوديت، من اسمها One day، يعني أنت خلال يوم واحد أنت ممكن تنجزها. شو أهمية هاي الإنرجي أوديت؟ ليفل 1 Analysis of Energy Bills، يعني الأشياء اللي راح أعملها. أول إشي راح أعمل Analysis كاملة للإنرجي بيلز، تمام؟ 2 راح meets الـ Operator. 3 Briefly survey the significant energy user. هون بلش فيه يصير اختلاف بينها وبين البنشماركينج، تمام؟ اللي هي النقطة الثانية والثالثة، إنه briefly survey the significant energy users. يعني أنت لازم تروح على الموقع، تمام؟ ولازم تأخذ لك لفة سريعة في المكان وتحدد شو أكثر شيء مستهلك الطاقة. طبعاً هاي الأشياء بتعتمد شوي على الخبرة، فبدنا نكون يعني منتبهين لها. Understand the scope boundaries، دعنا نعرف شو أكثر. لما تقعد انت مع الاوبريتر او مع الاونر لازم تعرف شو الباوندريز للمشروع. يعني ممكن هو بده انرجي اوديت بس للادفاك سيستم او بس للبويلر، ف لازم نفهم هو شو بده، او بده انرجي اوديت كامل، فهذا الاشي بيختلف في الكوستنج، فضروري نكون احنا فاهمين. طبعا كمخرجات لهاي الليفل احنا حنطلع كسيرفيس بروفايدر راح نطلع تكنيكال بروبوزل، تمام؟ هذا البروبوزل بيبين لك مثلا لازم تحدد للكلاينت انه اذا انتقلنا احنا للليفل 2، اذا اعطاك المشروع انتقلت للليفل 2 كم راح تجيب له سيفنج، تمام؟ فراح تعرف مثلا انت تحكي له انا من الووك ثرو اللي عملتها في عندك بوتنشال بصراحه من 15 ل 20%،
تمام، فهو بيعرف بصراحة وين موقعه من الإعراب. يعني أنا انتقلت للمرحلة بعديها راح أجيب سيفينج، وسبيشالي إنه المرحلة اللي بعديها أو الليفل 2 هي بيد سيرفيس. تمام، أنت لحد الآن هاي نون بيد سيرفيس، حتى الليفل 1 بتكون جزء عشان تقدم البروبوزل. يعني أنت ما بتقدر تقدم، إذا كلاينت حكى معك وبدك تعمل بروبوزل لإنرجي أوديت لازم تروح على الموقع. تمام، فالمخرجات تاعها البروبوزل. شو أهم البنفيتس للووك ثرو؟ Identify low hanging fruits and many other worthy of more study majors. في أشياء مباشرة أنت وأنت في الموقع راح تعرف إنه هاي حتجيب لك سيفين كثير عالي. تمام، فأنت بتسجل هاي الأشياء، بتسجل إيش أكثر مستهلكات طاقة، وبناء عليها تعمل الجادجمنت تاعك. إحنا حنجيب سيفين 15-20% 5%. ممكن تكون مش انترستنج، يعني ما بده الكلاينت، وفي كلاينت ثاني 5% بالنسبة له تطلع مبلغ كبير، فبالعكس مستعد يروح على البيت سيرفيس مقابل مثلا انت بروميسنج انك تجيب ال 5%. ثاني بنفيت، اندرستاند ذا كاستمر نيد، او بين ايش من ايش بتوجع الكاستمر، ايش وجعه. مرات كثير بكون الوجع تاعه اكثر شيء في الديزل مثلا مش في الكهرباء، فلازم نعرف احنا وين. النقطة الثالثة، no customer seriousness. يعني بصراحة بهاي المرحلة فرصتك تعرف انه الكلاينت جدي ولا لا. يعني ما بدك انت تضيع وقت على كلاينت ممكن بس هو سمع في الانرجي اوديت وقال لك خليني اجيب هالجماعة ويشوفوا الموقع عندنا. لا بصراحة بدك تدور على ناس يكون عارف شو الانرجي اوديت ومقدرها وهو جدي انه يكمل في الموضوع. طبعا هاي بما انك حتقعد مع الاوبريتر وحتقعد مع الاونر او حتقعد مع مثلا مينتنس مانجر، هي فرصه لك لشو يور اكسبيرينس. يعني اذا انت في اكثر من شركه حتتوجه لهذا الكلاينت، تمام، ففي في في منافسه يعني. ففرصه انت لما تقعد معه بدك تشرح له عن شغلك وعن المشاريع اللي عملتوها، هاي انسب فرصه انك تقنع الزبون. طبعا بالغالب no associated cost for the service provider، بالغالب ما في. طبعا في دائما خلينا نحكي يعني مرات لا بتكون بيد، يعني اللي بدي احكي لكم اياه انه مرات بتكون بيد، تعتمد يعني على الموقع على الكلاينت، لانه مرات بتكون اكثر من one day. يعني بدك تروح على جامعه فيها 30 مبنى، فبتكون لا انا بدي اعمل لك مثلا الووك ثرو بكون فيه مقابل فيز حتى لو قليل، يعني بس تغطي المهندسين والمهندستين. ليفل 2 اللي هي ديتيلد او جنرال انرجي اوديت، هي اكثر شيء عليها. يعني هي لما تعملها بيطلع انت عندك بروجكت، يعني في هون صار عندك بروجكت اذا اكتملت هاي الاوديت ليفل 2. تمام، ايش احنا بنعمل فيها؟ ديتيلد فاسيليتي سيرفي. يعني أنا مش بدي أروح بس على significant energy users، لا بدي ألف على كل مستهلكات الطاقة اللي بالموقع. تمام، النقطة الثانية، use instruments for long term short term logging. طبعا بالمرحلتين اللي قبل أنت رحت walk through ورجعت، المرحلة هاي لا حتحط أجهزة، هاي الأجهزة حتظل تعمل logging، تأخذ قراءات لمدة معينة. تمام، ففي associated cost هنا حتكون كبيرة. بدك تعمل كومبريهنسيف بيلينج اناليسيس، بدك تفصل البيلز كثير منيح، لانه في مرات كثير يكون في سيفينج بس من البيلز. يعني بتطلع لك 3-4 اجراءات بس من تحليل الفواتير استهلاك الطاقة. في مثال وان شاء الله حنشوفه هسه لقدام. النقطة الرابعة او الخامسة، هاي جنريت ديتيل انرجي بريك داون. شو أهمية البريك داون للطاقة في الموقع؟ البريك داون بعطيك إنديكيشن وين أكثر مستهلك في الموقع. يعني أنا لما أجي أخذ كل الداتا من الموقع وأعمل أفرغ الداتا اللي من الأجهزة، تمام، وساعتها حيطلع معي بريك داون وين أكثر شيء بيستهلك طاقة. فأنا إذا عندي الأتشباك سيستم بيستهلك 60%، وفي عندي 20 سيستم ثاني
يشتغلوا على 40%، فأنا بعرف أنه لازم أحط كل مجهودي وكل وقتي في 60%. هذا لا يعني أنه الأشياء الثانية أنا راح أتغاضى عنها أو راح مش راح أدرسها، لا بدي أدرسها، بس أنا بعطي أكثر وقت لأكثر مناطق مستهلكة طاقة في الموقع. هذا ما مش راح تقدر تعمله إلا في البريك داون، تمام؟ بعديها حنعمل develop energy saving measures. طبعا هو الهدف الرئيسي أنه بدك تطلع له إجراءات توفير طاقة من هاي المرحلة. طبعا هاي المرحلة احنا كنا نحكي في الليفل 1 انه انا بدي اطلع من الى السيفنج، يعني بحكي له انا بجيب لك سيفنج من 15-20% اوفر اول المشروع كامل، تمام؟ لا، هون هسه في المرحلة هاي بدي احكي له في عندك 10 اجراءات، الاجراء الاول كذا، الاجراء الثاني كذا، الاجراء الثالث كذا. طبعا حيكون في شرح لكل واحد منهم، حنبين كيف طريقة الحساب وشو الأسامشنز اللي اعتمدنا عليها، حنبين الميجرمنتس كمان اللي قادتنا لهذا السيفينج ميجر، وحنحسب فيزيبيليتي للميجر انديفيدوال. كل ميجر راح يكون له فيزيبيليتي ستدي. أنا بالنهاية مثل ما حكيت لكم ما بدي أعمل ميجرز مش منطقية اللي يكون اللونج كثير بعيد، يعني البي باك تاعها اللي هي طلع هنا النقطة السادسة ستادي ذا كينوم كالفيزيبيليتي، هتكون لكل ميجر بدي أحسب له سيمبل بي باك نت بريزنت فاليو اي ار ار. الأشياء المش فيزيبل ما رح أحطها أصلا، الكلاينتس مش هامه مثلا تحط له 20 إجراء والله 10 منهم بس أتراكتف والله 10 الباقيات مش فيزيبل، تمام؟ بعدين حنعمل كالكوليت الانفيرومنتال بينيفيتس، حنشوف كل إجراء إذا تنفذ كم راح نخفض الكربون فوت برينت، وحيكون كديليفرابل الانيرجي اوديت ريبورت، هذا مخرج هاي المرحلة. أوكي، شو البينيفيتس من ليفل 2؟ أكيوريت، فيري أكيوريت أند لوجيكال سجيشن، مثل ما حكينا ما بدنا نطلع في إجراءات منطقية. موست أوف ذا سجيشن كان بي إمبلمنتد فروم ذيس سيستم، يعني معظم الريكومنديشن اللي بتعملها او اللي بتكون حاكي عنها معظمها ممكن تنفيذها بس لحد هاي المرحله، تمام؟ هلا شو اللي بيصير؟ مرات بيكون في ميجر ريتروفيت، في اشياء رئيسيه بتكلف مليونز، يعني ممكن تقترح اقتراح يكون الامبلمنتيشن تاعه بكلف مليون دينار، فانا مليون دينار بهاي المرحله بس وانا بدرس الموقع كامل مش كافيه للكلاينت انه تحكي له خلص اوكي روح ينفذ الاجراء، لا بصير في بدها دراسات ثانيه اللي هي بتقودنا للليفل 3 اللي هو الانفستمنت جريد اوديت. تمام، انفستمنت جريد اوديت ريرلي ريكوايرد، مش دائما تنطلب او قليل الناس اللي بتطلبها. متى بنستخدمها؟ نيسيسري فور هاي ريسك هاي انفستمنت ميجر، يعني انت مقترح مثلا تغيير هانجر كامل لمصنع فيه 4-5 خطوط انتاج بدك تشيله كامل وتبني شيء جديد، فهاي ريسك وهاي انفستمنت، فعشان هيك احنا بنروح على الليفل هذا. موستلي نيد اكسترنال اكسبرتس، يعني بكون السيرفيس بروفايدر او انرجي اوديتر، تمام، مش كافي في هاي المرحله، بدك تجيب مثلا مصمم، بدك تجيب مهندس مدني، بدك تعمل دراسة للأرض، دراسة طبوغرافية، فبتكون بدك حدا معك مش بس الانيرجي اوديتر. طبعا often need computer simulation، طبعا computer simulation ممكن يكون بالليفل 3 ممكن يكون بالليفل 2، تمام. البنفيتس تايت هاي accuracy minimize implementation risk، يعني انت خلص ما مش راح بناء على خلينا نحكي ريكومنديشن من ليفل 2 رحت بلشت تنفذ وانصدمت انه الارض لا تصلح او توبوغرافية الارض لا تصلح او وهكذا، يعني مفروض انت بدك اقترحت تبني تانك ستوريج تانك مساحته مثلا 5000 متر مكعب، تمام، اذا راح وبلش ينفذ ما بتزبط، لازم تدرس الارض والمكان مناسب، بدك مهندس مدني، ساعتها احنا بدنا نروح على الليفل 3. اوكي شباب، في هاي الماتريكس سريعا نمشي عليها، معظم الاشياء انا حكيتها. هاي الماتريكس بتبين لنا الفرق بين ليفل 1 و 2 و 3، تمام. مثلا اول شيء كوندكت بريميلري اناليسز انرجي اناليسز،
تمام، هاي بتكون مشترك بال1 و2 و3. كونداكت الووك ثرو راح تكون مشتركه في الثلاث، اند ايدنتيفاي لو كوست نو كوست ريكومنديشن راح تكون برضه بالثلاث، ايدنتيفاي كابيتال امبروفمنت برضه حتكون بالثلاثه ليفلز اللي هو 1 و2 و3. اوكي، الريفيو ميكانيكال اند الكتريكال ديزاين اند كونديشنز اند او اند ام براكتسز، يعني متى انا بدي اروح اطلب من الاوبريتر اقول له اعطيني كل السجلات اللي انت بتسجل عليها مثلا الانتاج، وتسجل عليها مثلا تاريخ الصيانه للماكينه، بس بالليفل 2 او بالليفل 3. ليفل 1 ما بنطلبه. بدي اعمل ميجرمنت متى؟ بالليفل 2 والليفل 3. الليفل 1 ما فيه ميجرمنت لانه نكرر هون هاي unpaid service level 1. level 2 level 3 paid service. analyze capital measures زي بدنا نشوف في saving والcost والinteraction بينهم بيكون في level 2 level 3. متى راح نعمل meeting with the owner أو the operator to review recommendation، يعني لازم احنا لما نطلع الإجراءات نكون already ماخذين موافقة مبدئية من الأوبريتر، لأنه مرات كثير أو الأونر مرات كثير بتكون في اقتراحات عندك already هم طبقوها ما زبطت، أو هم شافوها أو درسوها ما زبطت عشان طبيعة عمل عندهم معين. تمام، فأنت لما تطلع الإجراءات تيجي تحكي أنا عندي 20 فكرة، تيجي بترتب ميتنج وتقعد معهم عشان تعرض عليهم الأفكار قبل ما تكمل في المشروع. حتكون هاي بس بالليفل 2 والليفل 3. conduct additional testing and monitoring بس بالليفل 3. perform detailed system modeling بالليفل 3، وحكينا ممكن بالليفل 2 ترجع لتقديرك يعني. provide schematic layout for recommendations بدك انت يعني تجيب CAD drawers وترسم وتجيب external ناس من برا، حتكون بس بالليفل 3. اوكي، شغلة كتير مهمة شباب، عمرك لا تمشي بأودت ما في أبروفال من هاير مانجمنت، لأنه إذا كان هم في متبنيين المشروع مشروعك راح يفشل 100%. مش راح يلاقي بالنهاية، الهدف من الإنيرجي أودت لما تطلع الريبورت الهدف إنه يتنفذ عشان أنت توفر هذا الطاقة، ما بدك هاي الريبورت يمسك وينحط في الدرج ويصير عليه طبقة غبرة هيك وما يكون تنفيذي. بصراحة تكون ما استفدت شيء والكلاينت ما استفد شيء. طيب نحكي شوي عن السيكتورز، أهم السيكتورز هذول، مش كل السيكتورز اللي احنا تارجتينج، تمام، ونشوف شو الامبروفمنت اريا فيها. الكوميرشال سيكتورز هون نحكي عن المباني مثلا زي العمارات، خلينا نحكي المجمعات التجارية زي المولات، هذول شو أكثر سيستمز بكون فيها؟ الأشفاك، لايتنج، وبيلدينج انفلوب، هذول أكثر أشياء المين اللي إحنا بنركز عليها. تمام، الاندستريال سيكتور إيش أكثر أشياء اللي بتم التركيز عليها؟ الاندستريال أشفاك سيستم. شو بقصد بالاندستريال أشفاك سيستم؟ عادة بتكون الأشفاك في الاندستريال بتكون لخطوط الإنتاج مش لتبريد المكان او الهواء في العادي. طبعا هذا مش شيء يعني خلينا نحكي دائما هيك، لا، في ناس ببردوا وبدف، خاصه الفارماسيوتيكال اندستري بكون عندهم تدفئه وتبريد مثلا، بس مصنع بصنع حديد او بصهر حديد اكيد مش راح يدفي او يبرد المكان للعمال. تمام، فاندستريال اشفاك بتكون اجهزه تكييف خاصه لخطوط الانتاج للتبريد، لايتنج سيستم، كومبريست اير سيستم، بويلرز والهيتنج سيستم، البامبس، فانز والبرودكشن لاينز، هذول اكثر اشياء مركز عليها في الاندستريال. في كمان بالهيلث كير او هوسبيتالز اللي هي الاشفاك، لايتنج، بامبس، فان، بويلرز للهيتنج ولل سواء يعني البويلرز عادة في المستشفيات تستخدم في تدفئة المكان. تمام، ومرات تستخدم كمان في أشياء ثانية زي باللوندري بيكون بدهم مي سخنة، أو للدوميستيك ووتر بيكون كمان بدهم، للدشات للحمام بيكون بدهم برضو مي سخنة عشان احنا نستخدم بويلرز.
البيلدينج انفلوب برضه، الميديكال جاز كومبريسر. يعني هنا بالإضافة للكومبريسرز العادية بكون عندنا كومبريسر عندي، بكون فيها أشياء للميديكال جاز. تمام. ستيريلايزيشن بيستخدم كثير طاقة، خاصة الطاقة الحرارية في التعقيم في المستشفيات. اللوندري تستخدم كهرباء وفيول لأنه عادة يكون جايها ستيم. الكيتشن عادة كمان بيستخدم بيكون أكثر إشي في الكيتشنز كمان ستيم وفي كهرباء. والدومستيك هوت ووتر سيستم. تمام. القطاع الرابع اللي هو الهوسبيتاليتي أو الهوتيلز، أكثر الأنظمة فيه الاتش باك سيستم، لايتينج، بومبس، فانز، البويلرز والهيتينج سيستم، وعندك كمان البيلدينج انفلوب، كومبرست اير سيستم، ستيريلايزيشن. هاي لا بصراحه بالغلط هو موجود شباب، بالنسبه للهوتيلز ما في ستيريلايزيشن، في لوندري، في كيتشن، دومستيك هوت ووتر، بالاضافه في سويمينج بولز. سويمينج بولز بيكون عاده عندك نظام فلتريشن، عندك نظام باك ووش عشان يضل موضوع الفلتريشن، يضلك تعمل باك ووش بتكون المي مدفية مرات، عندك بومبس بتضلها تعمل سيركوليشن. ففي كثير استهلاك طاقة في السوينج بول، برضو لازم تكونسيدر. القطاع الخامس اللي هو الإديوكيشنال سيكتور. تمام. زي الجامعات زي المدارس، أكثر شيء فيهم اللي هو الأشباك واللايتينج والبيلدينج إنفلوب. هيك بنكون خلصنا شباب اول سيكشن، وننتقل على السيكشن الثاني اللي هو الانرجي سيتويشن ان جوردن اند ذا ريجن. الساعه اوريدي احنا متاخرين في الوقت، سامحوني راح شوي نستعجل. نعرف بعض المصطلحات قبل ما ندخل في موضوع الانرجي سيتويشن في الاردن. في مصطلح كثير متداول لازم نفهمه منيح، التون اويل ايكويفالنت. شو التون اويل ايكويفالنت؟ هو يونت اوف انرجي ديفايند از اماونت اوف انرجي ريليست باي بيرنينج 1 تون اوف كرود اويل. يعني اذا عندي انا نفط مقدار 1 طن وحركته بدي يعطيني طاقه، كم هاي الطاقه؟ لها وحده اللي هي تي او اي. الواحد تي او اي يساوي 42 جيجا جول او 11 ميجا وات اور او 7 براميل نفط. هاي الكونفيرجن تاعه. الترم الثاني المهم اللي هو البرايمري انرجي. ايش البرايمري انرجي؟ هو الانرجي بشكلها اللي بتكون ناتشر، يعني بدون اي تعديلات من البشر، يعني زي النفط الخام مثلا. هلا حنشوف اكثر من مثال عليها. تعريفها energy form found in nature that not been subjected to any human engineer conversion process. It's energy contained in raw fuel. Raw ما في عليها أي شيء. تمام. في نوعين إلها اللي هي non-renewable form، عندك زي الفوسيل فيول كرود أو الناتشرال غاز، وعندك مثلا كمينرال فيول زي الناتشرال يورانيوم. في أشكال كمان زي كرينيوبل زي solar energy, wind energy, falling and flowing water, biomass والgeothermal. تمام. هاي إذا كانت بشكلها natural. إذا أنا دخلت عليها كprimary energy، دخلت عليها أني conversion methodology، صارت إيش؟ energy carrier أو secondary energy. يعني إذا كان عندي solar ودخلت عليها كconversion اللي هي كل component تاع البي في system، المخرجات تاعتها بتصير هي second energy. تمام. هون بدنا نحكي عن الانرجي بالانس للاردن. بصراحه انا حبيت هاي اعرض لكم اياها حتى نعرف احنا كم استهلاك الطاقه في الاردن كامل. هون الوحده اللي هي 1000 تي او اي، فاي رقم انا هسه هون بدي احكيه، حكيت هون واحد هو واحد ضرب 1000. اوكي، فبكون 1000. يعني حمشي بسرعه انا هون بصراحه احكي لكم شو الكومبوننتس تاعتهم كسيكتورز. عندك الـ indigenous production اللي هي تعني الإنتاج المحلي للدولة. تمام. عندنا إنتاج كرود أويل واحد اللي هو 1000 TOE. تمام. وعندنا هون natural gas وعندنا solar biomass. أوكي. هذا كإنتاج محلي. في عندنا كمان
imports احنا بنستورد كرود اويل مقدار 2412. اجين شباب انا بحكي هون نضرب ب 1000، اي رقم حكي نضرب ب 1000 تمام. وبنستورد ديزل وغازولين ال بي جي كيروسين ولا اخره الى اخ. عندنا تصدير برضه الاكسبورتس اللي هي ناتشرال غاز وكهرباء الكتريستي. البنكرز هو مصطلح بصراحة كومبليكيتد شوي، بس باختصار هو قديش طاقة انصرفت عشان تجيب البرايمري انرجي للبلد تمام. في مصطلح اللي هو الستوك تشينج، انت قديش عندك اوريدي ستوك في الـ في الـ في, الـ في البلد انت ما استهلكته. يعني انت ممكن جبت كرود اويل، بس هذا الكرود اويل انت مخزنه في تنكات تخزينيه، انت مش عم ما استهلكته، فهو بضل عندك ك اسيتس. فبالنهايه لما احنا نيجي نحسب لبلد كم برايمري انرجي سحبت تمام، البرايمري انرجي سبلاي بتيجي بتحكي الانجينيوس برودكشن، تجمع عليها الامبورتس، بتنقص منها الاكسبورت، بتنقص منها البنكر، بتنقص منها الستوك تشينج، بيطلع معك هذا الرقم. اوكي هذا الرقم تمام. هسه هذا يعتبر برايمري انرجي تمام. هذا الرقم بعدين يدخل في عمليات تحويليه، يعني زي ما انتم شايفين هذا الرقم صار بالماينس هون اويل سيكتور ماينس 2402. دخل في عمليات تحويليه، تحول لفيول اويل، تحول لديزل، تحول لغازولين، تحول لال بي جي تمام. الالكتريسيتي مثلا في عمليات تحويليه لها من الفيول اويل مثلا سالب 120 تي او اي. ترانسبورتيشن ديستريبيوشن لوسز مثلا هنا بالالكتريسيتي هون يعتبر لوسز، فبدخل انت عندك في المعادله. والكونسمشن للانرجي سبلاي، عشان انا احول الانرجي سبلاي في استهلاكات معينه برضه تدخل هون. في النهايه يعني بدي يطلع معك الرقم هذا، برايمري انرجي كم مجموع التوتال 9711، وفي عندك الفاينل انرجي كونسمشن 6866. هذول اهم رقمين عندي، وما بينهم هذولك راح ما بين، يعني الفرق بين 9700 و 6000 راح ما بين التحويل بين البرايمري والسكندري او السكند انرجي تمام. هلا هون في نقطه كثير مهمه واللي بتبين لي وين راح استهلاكات الطاقه اكثر شيء. فبنلاحظ احنا هون عندنا بالاندستريال استهلك 953 تي او اي، ترانسبورتيشن 3363، هاوس هولد 1400. فبصراحه من هذا الارقام نقدر احنا نبني البريك داون تاع الاردن في 2018. فاذا بننتقل احنا هون هون انا جبت لمده 10 سنين، او سوري 8 سنين، من 2010 ل 2018 جبت هاي الارقام كلها ودخلتها على جراف تمام. دخلت هذا الرقم هذا الرقم عشان اشوف شو التغيرات اللي صارت. فاذا بتلاحظوا انه احنا في نمو في استهلاكات الطاقه في الاردن. بعدين جبت الاندستريال ترانسبورتيشن والهاوس هولد، جبت من 2010 ل 2018 عشان اشوف التغيرات اللي صارت. بصراحه الارقام كثير صادمه، زي ما انتم شايفين الترانسبورتيشن ارتفع من 2000. طبعا اي رقم بحكيه اجين هذا مضرب 1000، يعني ال 2000 هو 2 مليون تي او اي، بس هون هي 1000 تي او اي. ارتفع من 2000 لا بتحكي تقريبا 3500 او 3400. اوكي في ارتفاع كثير ضخم، يعني معظم الطاقه اللي احنا بنجيبها رايحه بس بالترانسبورتيشن، في حين انه المفروض تكون الاندستريال هو الدوميننت، هو اكثر شيء بيستهلك. طلع الدوميننت الاندستريال استهلاكات كثير متذبذبه، في ضربات بتصير للاندستريال سيكتور. فبصراحه هون في اريا اوف امبروفمنت في تقليل الاستهلاكات في الترانسبورتيشن. طبعا هذا بيجي على عاتق الدوله هي اللي تمشي فيه. وهون لازم احنا ندعم قطاع الصناعي حتى يكون هو الدوميننت، هو اكثر شيء طبعا مستهلك طاقه. هذا يدل انه انت في عندك انتاج عالي. اذا عملنا البريك داون
زي ما انتم شايفين اكثر شيء مستهلك طاقه ترانسبورتيشن، في عندنا 14% اللي هو الاندستريال، الهاوس هولد 21% الهاوس هولد سوري. شباب هنا في كمان سيكشن عن الفيول برايسنج استراتيجي، بصراحه مش راح نحكي فيها هسه، مش كثير بهمنا، بهمنا اكثر شيء السولر لانه اكثر شيء بيدخل في القطاع الصناعي، بس مش راح نحكي فيه عشان الوقت، احنا التحقنا في الوقت، مش كثير مهمنا الموضوع هون كانرجي اوديت، يعني نعرف كيف تسعير الاوكتان 90 اوكتان 95، بس صراحه انا حطيتها حكيت اذا صار في مجال راح نحكي فيه عنها، ممكن في السيشنز اللي بعديها نرد نعرض الموضوع اذا بتحبوا. انا بصراحه اكثر شيء هنا لفتني انه كنت افرجيكم كم سعر الاوكتان مثلا 90 لشهر ابريل 2020 واصل الاردن، ان واصل الاردن بسعر 8 قروش ونص تقريبا 86 فلس تمام، والباقي كله عباره عن ضرائب ولوسز في الترانسبورتيشن، لوسز في عمليات التحويليه. ننتقل على السكشن الثالث، سكشن كثير مهم بصراحة، اللي هو البنز والإنرجي كونفيرجن والإنرجي بريك داون. الإنرجي بيلز، الأوديتر shall ask the client to provide copy of the energy bills, electricity, fuel, central cooling أو central heating. أي شيء مستهلك طاقة لازم إحنا نأخذ كل الهيستوري تاعه، خاصة أو بريفيرد أكثر شيء أن يكون 3 سنين. هلا هذا مش دائما بريفيليج احنا موجود عندنا انه ناخذ فواتير للطاقه 3 سنين، مش دائما في ريكوردز فيها، فاقل شيء بده يكون في عندنا سنه، لانه ما بقدر انا ابني البريك داون بدون ما انا عارف كم استهلاكه في السنه، وما راح اقدر احدد البيس لاين بدون ما يكون في عندي انرجي بيلز. اوكي، مهمه جدا انرجي بيلز مثل ما حكينا، establish the baseline establish correlation between the energy consumption versus dependent and independent variables such as. هون المقصود فيه شباب انه انا ببلش من الانرجي بس بدي اربط اشياء او متغيرات اللي بتصير عنده في تغيرات الطاقه، يعني في شهر انت استهلكت مثلا 50,000 كيلو وات، الشهر بعده 100,000، ليش؟ طيب شو صار التغيرات اللي عندك؟ فلما أربط أنا في بعض الأشياء بطلع معي أرقام وبطلع معي تحليلات. أنت مثلا ممكن تربط بين الكونسومشن والأوكيوبنسي تمام في الهوتيلز، فأنا بعرف أنه لما كان عنده 50,000 كان عنده بس مثلا طبعا في مصطلح يسمى بالباكس في موضوع الهوتيلز، هذا الباكس هو اللي مثلا بيحدد اللي هو قديش ليلة أو كم من كلاينتس نام كم من ليلة في هذاك الشهر تمام. بعرف انه مثلا عنده 100 باكس، كان الشهر اللي بعده زاد مثلا عنده 200 باكس او 300 باكس، او تعمل correlation between consumption and production rate. ممكن مصنع مثلا هذا الشهر كان عنده البرودكشن كثير خفيف، الشهر اللي بعده صار عنده طلبيات عاليه فزاد استهلاك الطاقه. Understanding the customer bill structure and energy tariff is key element to start billing analysis. لازم نفهم منيح شو البيلينج ستراكشر اللي هو شغال عليه الكلاينت. حنبين هنا في سامبل للانرجي بيل، عندنا مثلا هنا الكتريكال وعندنا فيول، هذا سمبل فورم، هذا ابسط شيء، يعني شهري شهر جانيوري عندي استهلك 551,000 كيلو وات، مقدارهم دنير 49,117. مثل هيك انا بدي اجمعهم كاملات بشوف هون استهلاكه سنوي كامل وبعرف قديش الاوفر اول تيرف الكتريكال تيرف. فيول سيستم نفس الشيء، في كمان كومبليكيتد انرجي بيلز، مش دائما بتكون هالبساطه، زي ناخذ هسه حناخذ اكزامبل اللي هو ميديوم اندستريال تيرف. ميديوم اندستريال تيرف مقسمه ككيلو وات، هون احنا عندنا ستريت فورورد بالسمبل فورم، بالميديوم اندستريال لا مقسمه دي كونسامشن اللي هي بتبلش من 7 الصبح ل 11 المساء، وعندنا النايت كونسامشن ببلش من 11 المساء ل 7 الصبح، العداد نفسه بيكون يعد يعني ليلي ونهاري، وبحسب لي كمان البيك في فترات، طبعا هاي فاريز مونثلي
من شهر لشهر الهيئة هي بتحدد فترات البيك. فترات البيك يفضل انك انت تخفض استهلاكاتك فيها او تخفض شغلك فيها، او اذا بتقدر تطفي المكاين للمصانع مثلا تطفي المكاين يكون افضل شيء اذا كان في امكانيه تعمل شيفتنج يعني، تمام، او اللي بنسميه البيك شيفنج بيكون كثير كويس. بيكون كمان في الفيول فاريشن برضه، هاي فاريز مونثلي بتحطه برضه الهيئه. وعندنا الباور فاكتور، الباور فاكتور بيكون محدد انه اذا نزلت عن رقم ال 88% راح يصير في عليك بينالتي، وهون مبين هذا الجدول مبين لك البينالتي كم. ما راح ندخل هسه كثير في تفاصيل، حنشوف الفورم هنا، هذا الاكزامبل ميديوم اندستريال بيلز. بكون عندك هنا الاشهر، بكون ببلش عندك الدي كونسومشن هل قد، النايت كونسومشن هل قد، عندك البيك لود. البيك لود اليونت تاعته بالكيلو وات، لانه هو باور مش انرجي. هون نحكي عن انرجي دي كونسومشن والنايت كونسومشن، هون عن باور. يعني هم بيجي بيحسبوا خلال نص ساعه خلال فتره البيك قديش اعلى باور وصلت له، قديش مثلا انت هسه بهاي اللحظه 1283 كيلو وات، تمام، اعلى قيمه في هذا الشهر باخذوها ويدفعوك عليها غرامه، تمام، زي ما انتم شايفين هاي غرامتها دينارين لكل كيلو. فاذا بتجمعهم كلياتهم طلع كم عندهم غرامه، هذول مثلا جمع عندهم 39000 دينار غرامه بيك، تمام. عندك الباور فاكتور بينالتي، اذا نزلت عن الرقم حكينا 88 ببلش عليك غرامات، يعني هون مثلا 85% 620 دينار، 82% 570 دينار. هاي الارقام طبعا انا حطيتها بس تعريفيه، يعني هي ما عندهم هذول الجماعه ما عندهم اي بينالتي، زي ما انتم شايفين دائما عندهم باور فاكتور عالي لانه حاطين باور فاكتور كوركشن بانلز. عندنا كمان البرايس فيول ديفرنس، مش راح نقدر نعمل عليه شيء. هون تجميع كامل الكيلو وات والتوتال انفويس، فانا من هذول الارقام كتوتال بعرف كم التيرف اللي شغالين عليها او اللي بتحاسبوا عليها المصنع، تمام. طيب شو بستفيد انا من لما ادرس انا البيل هاي بالتفاصيل؟ زي ما تلاحظوا الدي كونسامشن، إذا بقسم الدنانير على الكيلو وات بيطلع عندك التعرفة 0.89، تمام؟ إذا النايت كونسومشن قسمت الدنانير على الكونسومشن عندك 0.075. فإذا بتلاحظوا إنه زي كأنهم بيحكوا لك اشتغل بالليل أكثر من النهار، تمام؟ عشان هم يعملوا بالانس على الشبكة، عشان موضوع البالانس على الشبكة. فممكن يكون واحد من الاقتراحات إذا في مجال مثلا خطوط إنتاج تشفت شغلها كامل من نهاري يصير ليلي، فبس من فرقية التعرفة أنت بتجيب توفير بالفلوس، أوكي؟ إذا بعمل له أنا نظام للبيك شيفينج، ما ممكن أنا أوفر له زي ما أنتم شايفين التعرفة هون دينارين لكل كيلو، فهاي برضو مهمة. الباور فاكتور ممكن في بعض المصانع دائما بيجي عندهم بينالتي، فبتلاقي هذا الرقم 20000 25000، فانا بعرف انه لازم اركب له باور فاكتور كوركشن بانل ووفر المبلغ هذا كامل، تمام. طيب ننتقل على الانرجي كونفرجن، حنحكي شو المين يونتس اللي هي ايش اكثر يونتس مستخدمه او المين يونتس عندنا، الجول والوات والبي تي يو والكالوريز. لازم نفهم تعريف كل واحد عشان نعرف كيف احنا بدنا نحول بينهم، لانه مثل ما حكيت لكم دائما انت مكون عندك مالتي كايند اوف فيول، فانت كلياتهم هذول بدك ترجعهم ليونت واحده عشان تقدر تطلع مثلا بنش ماركينج تعرف كيف البيس لاين للمنشاه كامله. الجول شو مصطلحها؟ فورس اوف نيوتن 1 نيوتن اكتنج ثرو 1 متر. الوات هو نفس الجول على التايم اللي هي سكن. البي تي يو والكالوريز هم نفسهم، بس البريتش دائما بيحبوا يكونوا هيك مختلفين عن العالم كلهم. هي مقدار الطاقه اللازمه لرفع 1 باوند اوف ووتر 1 ديجري فهرنهايت، اوكي. الكالوري او اللي هي الانترناشونال اللي هي اماونت اوف هيت نيسيسري تو ريز 1 جرام اوف ووتر 1 ديجري سيليزيوس.
الجدول هذا ببيننا كيف طريقة التحويل. أنا عندي هنا الوحدات الرئيسية وهنا عندي الوحدات الرئيسية، بدي أحول مثلا من BTU لكيلو جول، بضرب هذا الرقم، بدي أحول من BTU لكيلو كالوري، بضرب هذا الرقم، من BTU لكيلو وات أور، بضرب في هذا الرقم، وهكذا. يعني هاي ماتريكس بتبيننا شو طريقة التحويل بين اليونتس. إيه؟ عشان التحقنا بالوقت، لكان أخذنا مثال. هون حنبين بعض السامبلز شباب في موضوع زي هون الانرجي بريك داون. زي ما حكيت لكم ضروري كثير نعمل بريك داون، لانه البريك داون هو الانديكيشن السريع انا وين بدي اركز اكثر شغلي. يعني زي هذا المنشاه عندهم بيستهلكوا 59% HVAC سيستم، فبالمنطق انا بدي اركز هون في اوبورتيونيتي كثير عاليه حتكون. مثلا في البرودكشن ماشين 16%، برضو هاي لازم ادرسها منيح. تمام، مثلا في الووتر تريتمنت بلانت بلاورز تستهلك 2%، هاي راح اشوفها انا او اشوف اذا فيها مجال، بس مش راح اعطيها كثير وقت للاناليسز. اوكي، في هون كمان سامبل هيستوريكال انرجي بيلز. طبعا الانرجي بيلز اللي هي بالفورم اللي احنا هسه شرحناه ارقام، هاي إذا بتحولها لجراف بصراحة بتعطيك إنديكيشن أفضل. يعني زي هذا المنشأة رسمنا إحنا تغيرات في الاستهلاك على مدار السنة، مبين إنه هون بهاي المرحلة في هيك قمة، هون في هضبة. تمام، شو سببها؟ لازم أكون عارف حسب طبيعة المنشأة، بترجع لكل منشأة. إذا بتلاحظوا إنه هون أنا عندي بلش يرتفع الاستهلاك من شهر مايه، صار بوصل البيك في شهر أغسطس، وبلش ينزل في أكتوبر نوفمبر. فمعروف هذا استهلاك الاير كونديشنينج سيستم، هذا تيبكلي مثلا في الفنادق بتلاقيه في الهوسبيتاليتي. تمام، هذا الشكل من الفور. فأنا بعرف إنه أنا هذا المقدار كله هو عبارة عن استهلاكات التشيلرات والاي اتش يوز والبامبينج سيستم للتشيلد ووتر، فمنه ممكن أنا أعرف كم استهلاك الكلي للأجفاك. يعني إذا بعمل أنا هيك خط baseline ببين هذا baseline، بكون استهلاك المرجع إله، استهلاك اللي هي other system، بكون الباقي استهلاكه في الأجفاك system. أوكي، زي ما أنتم شايفين بعدين هنا كل ما كان عدد السنوات أكثر كل ما كان أفضل، يعني بتعطيك confidence level أعلى. زي ما انتم شايفين هنا من 2013 ل 2017، يعني عندك تقريبا 5 سنين. فانت لما تشوف انه 5 سنين تقريبا نفس الاستهلاك، بتصير انت عندك كونفيدنس اكثر انه هذول الجماعه لو رحت انا معهم في مرحله الامبلمنتيشن عندهم تيبيكاليتي عاليه، فالريسك بكون اقل. اوكي، هون مثلا نعمل correlation between COB vs ambient عشان انا اعمل تحليلات واشوف شو التغيرات اللي بتصير. يعني انا ممكن على تشيلر اجي احسب له COB، راح نحكي في طبعا في السيشن 2 راح نوضح شو هي COB لما نيجي على الادفاك سيستم. تمام، ونشوف كيف نحسبها. بس على فرض انا رحت على تشيلر حسبت له COB، عملت حطيت اجهزتي التروسونيك فلوميتر باور انلايزر تمبريتشر لوجرز، كل هذول السيستم حطيتهم وعملت لوجينج لمده معينه، جمعت هاي الداتا وحطها على فورم زي هيك حتى اعرف شو تغيرات الافشنسي تاعت التشيلر مع تغيرات الحراره. اوكي، زي ما انتم شايفين مثلا لما كان درجه حراره 29 كانت سي او بي عاليه، which is انه التشيلر شغال كفاءه العالي، لأنه كل ما ارتفع COB قيمة أكبر كل ما كان أفضل. كل ما ترتفع درجة حرارة الأمبيانت عماله بنزل COB زي ما أنتم شايفين هذا الخط. أوكي، هذا من خط نسميه، يعني هاي كلها analysis، هاي اسمها regression analysis. من هاي الداتا اللي أنا طلعتها بنطلع بعدين إحنا الإكويشن زي ما انتم شايفينها، الايكويشن تاعت الريجريشن. شو بتفيدني هاي؟ بعرف انا شو علاقه الديبندنت بالاندبندنت فاريبلز. تمام، فبصير اقدر اعمل توقع او بروجكشن لقراءه انا ما اخذتها.
يعني ممكن أنا في فترة اللي قست فيها درجة حرارة الأمبيانت ما نزلت عن 29، فأنا مثلا لو درجة حرارة 25 مش عارف كيف تغير السي أو بي دي يكون. باجي بحط أنا تغير بخط الرقم هذا 25 بحطه في المعادلة هاي بطلع لي الواي، فالواي اللي هو هذا السي أو بي بيساوي هذا الرقم في الإكس زائد 4.33، فمنها إحنا بنعرف كم السي أو بي. هلا السكشن الرابع Energy Auditing Tools، ما بعرف علاء بتحب نأجلها هاي للمرة اللي بعديها لأنه أوريدي إحنا هيك أخذنا كتير من وقت شباب، ممكن نخليها على السيشن اللي بعدها أو إذا بدكم هسه بنحكيها. ما بعرف علاء سامعني؟ صديقي بتحبوا نخلي ناخذ الانرجي اوديتنج تولز بسرعه ولا نخليها للمره بعدها؟ ما بعرف كيف رايك، نخليها عشان شوي تكون اخف المحاضره، فممكن ناجلها للمره الجايه، شو رايك؟ طيب خليها للمره الجايه. انا شباب كثير بعتذر انه اخذت اكثر من الوقت المسموح. الله يعطيك العافيه. بالنهايه عن جد انا كثير اسف، ما كنتش انا حاب هيك، بس صراحه كل نقطه الواحد اذا ما شرحها منيح يعني بتكونش مش راح تترك اثر. تمام بنحاول نضبط الوقت في السيشنز الثانيه بشكل افضل ان شاء الله. تمام، الله يعطيك الف عافيه باشمهندس خالد، غلبناك بالعكس. الله يعطيك الف الله عافيه. الله يعافيكم يا رب. وبكل الاحوال يعني راح يضل الفيديو ان شاء الله مسجل، وبرضو اي حدا بيقدر يرجع للفيديو ويشوف اي اسئله اي استفسارات. وبخصوص الاسئله تقريبا اغلبها مشاركات، يعني مش اسئله مباشره، فبرضو لو استجد في عندكم أي أسئلة ممكن تطرحوها على نفس البوست يعني، وإن شاء الله المهندس يعني ما راح يقصر معكم. وشكرا مرة ثانية باش مهندس، غلبناك وإن شاء الله نحدد لكم السيشن الثاني. مساء سعيد جميعا، يعطيكم العافية. يعطيك ألف عافية. الله يعطيك العافية. أهلا.